كل رمضان تقام العديد من الدوريات الكروية في الملاعب والصالات الخاصة في قامشلو وعموم كردستان سوريا. تميز الدوري هذا العام الذي يقام في مجمع القلعة بمشاركة عدد من الفرق المنافسة، والذي يحتضن فئتين عمريتين ليحقق أكبر مشاركة ممكنة للشباب والكبار أيضا. طبعا الغاية من إقامة مثل هذه الدورات هي بالدرجة الأولى تأتي بشكل ترفيهي لجميع الناس، باعتبار في أجواء رمضان وصيام، يعني الدورة تجي بمثابة الترفيه للصائمين وللاعبين ولجميع الفرق. والغاية الثانية منها هو يعني جمع الرياضيين بشكل أوسع وبشكل أكبر في هذا الملعب. الفرق المتنافسة منذ بداية الدوري مع بداية شهر رمضان المبارك كان هدفها المتعة الكروية والترفيه في أمسيات رمضان، كما أن هذه الدوريات تزيد من روح الألفة بين المكونات الشعب في كردستان سوريا. عدنا على أنه إحنا نجتمع، إحنا نفرغ، الرياضة على طول تجمعنا بمثل هاي الأماكن، نشوف الأحباب، نشوف الأصحاب، نشوف ناس صعب أنك تلاقيهم بحياتك اليومية، صعب أنك تلتقي معهم. نجي هون هي بمثابة سهرات، هي أكثر ما هي كرة قدم، فنحن نشارك بهيك دوريات الهدف منها هي المشاركة مشان الجمعة، بغض النظر عن المنافسة، بغض النظر عن الجوائز، بغض النظر عن أي شيء مادي، الجمعة هي هدفنا، والحمد لله إحنا عم نجي وعم نجتمع. دوريات رمضان تكون عادة محط أنظار أندية المنطقة ومسؤوليها الذين يختارون أفضل اللاعبين ليتنافسوا فيما بينهم من أجل خلق المتعة لهذه الدوريات. ليزا كروستيفي أختنس عد قامشلو.